بهذا البرنامج باش يولي واحد ارتفاع ديال 10% سنويا. علاش اختارينا التاريخ ديال فاتح يناير 2023 باش ماشي نطلق البرنامج وعادي تستناو المغاربه الانتاج الجديد، باش هذا الانتاج اللي كان ديال السنوات الاخيره، لان تعرفوا بان كانت ازمه كوفيد وكانت ازمه تاع اوكرانيا اللي اثرت على القطاع، هذا لو ستوك اللي كاين يمكن للمغاربه دابا يمشيو يختاروا فيه. فيما يخص اللوبيات، اولا ماشي كلهم كانوا لوبيات، كاين منعشين عقاريين في مستوى عالي عندهم روح المواطنه، ناس نزهه، كاين في كل مهن، وهذا الميدان العقار شويه صعيب، ناس يستغلوا فرص، خداو اراضي عموميه ما كملوش الانجازات ديالهم، استعملوها لاشياء اخرى، هادشي ما بقاش، لان ديك الساعات كان لو سيستيم كان اتفاقيه تنعطيك الفرصه تاع لو لوفي فونسيي، يمكن ليك تاخذ ارض الدوله، كان يمكن ليك تستافد من الاستثناءات، من لجنات الاستثناءات لي ديروغاسيون، ما تتماشاش مع تصاميم التهيئه. فلذلك داكشي علاش شفنا بعض المشاريع خلقوا ازمات معماريه، لان تتشوف واحد الكثافه سكانيه مهمه وما كانش المرافق كثيره وما كانش الولوج والنقل، وداكشي خارجه من هذه اللجنات الاستثناءات اللي اليوم غير مقبول بها وما بقاتش كاين تصاميم تهيئه. وداكشي علاش تنبلغكم بان خلال هاد السنتين الاخيره صدقت هاد الوزاره مع وزاره الداخليه على 147 تصميم تهيئه، 30 منها داخل المدن الكبرى اللي كانت تعاني من نقص ديال تصاميم التهيئه اكثر من 10 سنوات. وللمثال مدينه الرباط دابا راه عندها تصميم تهيئه اخر واحد كان مطبق هو 2008. من 2008 ل 2023 الرباط كان غاديه ب ان دوكيومون دو ريفيرونس، ولكن ماشي تصميم تهيئه بقوه قانون. وداكشي علاش درنا هذا المجهود، باش اي واحد دخل غادي نخارط في اطار القانون. الشفافيه هي هذه المنصه، منصه رقميه اللي حنا وقعنا اتفاقيه مع لا سي دي جي باش يكون واحد الاحترام تم ديال المواطنين، وما غتكون حتى شي زبونيه ورا تتعرف ليا شي.